قال رحمه الله تعالى: الرقيب، أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، الذي أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وإن دق، الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. ومن تعبد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية، واستدام هذا العلم فإنه لا بد أن يثبر له هذا المقام الجليل. وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالله، انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشؤون الباطنة والظاهرة. الرقيب هذا اسم من الأسماء الحسنى الثابتة في كتاب الله عز وجل، والمعنى أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، المراقب لأعمال عباده على الدوام، فهو مطلع عليهم على أعمالهم كلها حسنها وسيئها. قال سبحانه وتعالى في سيء العمل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا. فهو سبحانه وتعالى محيط بالعباد، مطلع عليهم، لا تخفى سبحانه وتعالى عليه من العباد خافية. وفي جانب العمل الصالح يقول الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى شهيد ورقيب ومطلع على أعمال العباد، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا يقول الشيخ: ومن تعبد الله باسم الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، وهو مراقبة الله. وكم هو عظيم بالعبد و نافع له غاية النفع في استقامته وصلاح سلوكه أن يكون دائما مراقبة، يراقب الله. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فيستحضر دائما اطلاع الله له، إن كان في طاعة وعبادة عمل على تكميلها وتحسينها وتتميمها، لأنه يستحضر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا كان في تحركت نفسه لمعصية كفها وزجرها عن المعصية، لأنه يستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فمقام المراقبة لمقام المراقبة هذا مقام عظيم يكون به صلاح العبد في سلوكه وأعماله كلها. نعم.